في هذا المكان اندلعت معركة مصرية لمستقبل العالم. في ذلك اليوم بدأ يكتب تاريخ الثورة الكوبية. كان لديهم هدفان: تحويل الحرب إلى قضية وطنية عبر إرغام إسبانيا على القتال في جميع أنحاء البلاد. كان يعني تحرير الذات وتحرير الفكر. هم لم يكتشفونا، إنما وجدونا هنا، ومن هنا كان أصل جوهرنا الكوبي والكاريبي. المشكلة هي أن العالم بأسره كان على علم بأنه لا سلام مع الاستعمار. لن يخلف الأمريكيون هنا وراءهم ولا حتى قيد أنملة من التعاطف معهم. وثائقي الميادين إنيغما في جزئه الأول يأتيكم الأحد الساعة 9 مساء بتوقيت القدس الشريف.